كما نؤيد أيضا اقتراح المقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوء المعاملة ميلزر بالتدقيق في حالات استخدام القوة خارج نطاق القانون. ففي البحرين تستخدم القوة المفرطة على نطاق واسع وممنهج من خلال إطلاق الرصاص الحي والشوزن والغازات المسيلة للدموع. المقرر الأممي المعني بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان قدم تقريره لمجلس حقوق الإنسان حول أوضاع المدافعين الحقوقيين في أنحاء مختلفة من العالم وبضمنها الدول العربية وخاصة منطقة الخليج. المقرر أكد في تقريره على المضايقات التي يتعرض لها المدافعون وخاصة في البحرين. للأسف ما زال النظام البحريني ينظر إلى المدافعين عن حقوق الإنسان كمعارضين، هي تقف في نفس المسافة ما بين المعارض وما بين المدافع عن حقوق الإنسان. لذلك تجد هناك مدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا يرضخون في السجون بأحكام تعسفية، وهناك مدافعين عن حقوق الإنسان محرومين من السفر برا وبحرا. هذا الاستهداف للمدافعين الحقوقيين لا يعكس سوى عجز النظام وفشله في إخفاء الحقائق، بأن هناك فشل في إبراز كذب هؤلاء، لذلك يتم تكميم أفواههم. معلومات الأخيرة تؤكد بأن النظام يضغط حتى على أهاليهم وعلى أقربائهم، وأنا أعتقد بأن هذا الأسلوب يؤكد بأن هناك عقلية أمنية، عقلية مستبدة تواجه ناس يريدون أن يخاطبوا العالم بحقائق جارية على البحرين فيها كثير من الاضطهاد، في كثير من القمع، في كثير من الاستبداد. لقد أصبح عمل المدافعين عن حقوق الإنسان محفوفا بالمخاطر، ليس في البحرين فحسب بل في معظم دول المنطقة. It's extremely difficult situation because ultimately they don't want people to speak out against the governments, against the autocracy, against fascism. Therefore, you won't be able to go back to your own country if you're a human rights defender. أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان تزداد سوءا في ظل الأنظمة القمعية التي تخشى فضح ممارساتها اللا إنسانية ضد المواطنين. المقرر الأممي المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم أكد في تقريره الذي تلاه أمام المجلس على تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان إلى مضايقات في البحرين داعيا لوقفها. ساهر عرايبي للبحرين اليوم من مجلس حقوق الإنسان في جنيف.